مؤسسة المتحف الوطني للمقاومة هي مؤسسة تعالج تاريخ المقاومة الصحراوية من القرن 15 وصولا إلى يومنا هذا. هذه المؤسسة تضم في أروقتها وأجنحتها ما عانى منه الشعب الصحراوي من اضطهاد، من استهداف أجنبي في فترة التكالب الاستعماري، سواء الأطماع البريطانية الفرنسية والبرتغالية والإسبانية، وصولا إلى محاربة الغزو المغربي والموريتاني الناتج عن الاتفاقية الثلاثية، اتفاقية مدريد. يضم فاخر جيش تحرير الشعب الصحراوي التي سطرها من 76 إلى 91 ضد الغزاة المغاربة والموريتانيين. هذه الأحداث كلها موثقة بوثائق وشواهد تاريخية وأدلة مادية من غنائم وأسلحة ووثائق وصور. توجد أنواع مختلفة من الرشاشات ومن الصواريخ والقواذف الصاروخية، من الدبابات، من ناقلات الجنود، من سيارات الإدارة والقيادة المغنومة من الجيشين المغربي والموريتاني طيلة هذه الفترة، بالإضافة إلى بقايا حطام الطائرات التي حطمها جيش تحرير الشعب الصحراوي، نماذج من كل نوع من الطائرات التي تم تحطيمها والتي تصل في مجموعها إلى حوالي 67 طائرة خلال الحرب من 75 إلى 91. يا جيش الحرية، يا جيش الحرية، يا جيش الحرية، يا جيش الحرية، يا ناطم الرجال، يا ناطم الرجال، هذه لك تحية. الهدف من إنشاء المؤسسة المتحف الوطني هو حفظ الذاكرة الجماعية للشعب الصحراوي، حفظ الذاكرة التاريخية للشعب الصحراوي، وبالأساس لدحض الدعاية التي قامت بها وسائل الإعلام المغربية والموريتانية منذ بداية الغزو، وكذلك الأوروبية الحليفة للمغرب وموريتانيا، والتي حاولت إيهام الرأي العام الدولي أنه وصل له رسالة أنه ما يحدث في الصحراء الغربية يتعلق بمجموعات راديكالية شيوعية من الجزائر، من فيتنام، من كوبا إلى آخره. فأنشئت المؤسسة لتبرز تاريخ المقاومة وتكرس بطلان هذه الدعاء. يا ناطم الرجال، أي جيش الصحراء.